الحقيقة انه انا سعيدة جدا بالمكان ومبسوطة جدا احنا دلوقتي موجودين في المدينة التراثية في العالمين الجديدة. كلمني بقى عن المكان واحكي لي كده بالتفصيل ايه كل مبنى من المباني دي. وقبل المباني خلينا الاول نتكلم عن المسلة اللي شايفينها قدامنا. احنا دلوقتي في مدينة تراثية، المدينة التراثية على حوالي 260 فدان. احنا قاعدين في تقريبا في منتصف تحت المسله. المسله دي فرعونيه تم نقلها من القاهره، مسله الملك رمسيس الثاني. دي مسله الملك رمسيس الثاني تم نقلها من القاهره وجت هنا المدينه التراثيه وضعها هنا. دي اكبر منطقه ترفيهيه في المنطقه. اكبر بلازا عندي في المنطقه التراثيه. البلازا هنا على مساحه 33 ألف متر مسطح، بيحدها كده 8 مباني. المباني دي كلها مباني تجارية، مولات وريتيل تجاري جاهزة. وزي ما انت شايف احكي لي المباني ديت الحاجات دي محلات تجارية. هيتم تأجير او بيع المحلات التجارية ديت. طب انا عرفت ان هنا كمان بجانب المحلات التجارية في مكتبة ضخمة جدا ومكتبة مميزة، وعرفت كمان ان في دار اوبرا. في دار اوبرا وفي مكتبه فعلا. احكي بقى عن دار الاوبرا. ومبنى مميز جدا والطراز بتاعه بصراحه مميز قوي، بس هو لسه تحت الاندر كونستراكشن، تحت الانشاء. الدار الاوبرا والمكتبه هيكونوا جاهزين. المكتبه متوقع ان شاء الله ممكن على الصيف على الموسم الجاي او نكون بدانا او في طور ان احنا بنشغل فيها ان شاء الله. المكتبه على مساحه 11000 متر مسطح. دار الأوبرا مبنى مزود بقاعات عملاقة بيسع ل 1200 فرد. إن شاء الله يعني الصيف الجاي هيكون في حاجات شغالة من المباني دي بإذن الله. إن شاء الله.